واش علشان كي دايرين بخير؟ معكم مطارق في فيديو جديد وحلقه جديده. النهار مع دراجه عاوتاني ايروكس. المهم فيها شي مشاكل وديما تنعاودو ونقولو حرك حرك البيبرو كندا. حيد لكم الماكينه وتشوفوا شنو واقع في هذه الماكينه هذه. بعدا داكشي غريب وعجيب. سلام. هذا التيج تيج قاص حدا قاص كيش دارو لو كاتو دخلو مازال مازال عمي مازال مالو دخلت القعدة انت علاش غادي نحيدو هاد الشبح هذا شوف خرج داك تي طلع ويهبط اسمع وكيمشي وكيجي انا راه فيه راه الشبح هذا كامل غيمشي راه واسع وهادشي سببو فاش يكون فيه البروكان عوج كيما تنعاودو نقولوها هي تيكون فيه البروكان عوج راكي كدمر راسك كدمر ماكينتك كامله سير الله هادي الكولا شفتو الخدمة ديال المعلمين ها الكولا هاديك هو قوة كولا راه شي مرات راه فاش يكون كلاس مليح كاع مكنقيسو منديروش كاع كولا حنا هاد الجوانة هادا متبقاش تشريوها الإخوان هاد الحمام مرة هادا راه والو راه غير زبالة هادا شو 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 داكشي مخزز كلاص مليح كلاص راه مليح شوية هاد اللون هادي مالا راه صافي هادي كتبدل في جميع الحالات في البروكان معاود هانت يعني تشوف البيالة مكتوب فيها ستاندار كدا شي روكيت داك الماركات كاملين لافير لوح الزبل حيد هاد البانديسك هدا البانديسك راه خدام البانديسك راه خدام حيدو الله يرحم الوالدين هي تا هما على نقشة صافي فين يطيحو تا هما هاكا واحدة بيا واحدة اللي طاحت لاحظ معايا عاوتاني ضعفو في هاد الماكينة هادي بلاصة البيكي مهرجة هاكي باش تتكون هنا اخوانا شتيها هذا هو الجروب اللي غيركب المليح شوف فيه البروكان كي داير دور هداك فيه البروكان نسمع الصوت ديالو دور شوف شوف كيدور غير بسبعة نانت وري النجمة في البي في الاخر غنزوميلك عليها هاديك النجمة في البيالة الشركة ديال اليامها دوريجين اسمع هداك كي داير اسمع اسمع شوف كيكحل من الداخل شوف ليا ماشي مشكل غير تراك الكارت على شي شاك ما مبوشي ما عليناش المهم هو الجروب هو اللي غنحطو دابا في هاد الموطور هذا سير على الله ها شالو ليها الفلاش سيغما مسدودة واش يبان الفوكس المهم ما عليناش السيغما راها مسدودة نحيد منها واحد شويه لاكالامين باش تدخل ليبر وتطلع وتهبط ليبر اخي حاك فهمتي وبالنسبة لجوانات كيلاص الا كنتي غادي تركبهم بلا ما تقاد الا كان كيلاص مليح بلا ما تقدر كولا هما تيكونو جوانات منفوخين كتشدهم تتحطهم تما ديريكت هما ديك الخدمة ديال الكولا وداك التجعفين داك الشي راه ما خدامش سير هاديك اخويا هاديك اصعب مرحلة في العالم كامل سالينا لا تسمع داك الطق صافي سالينا طراق هاديك هي الطراق ديال المعقول صافي ركب فيها راس ديالك اخويا هانتوما ما كاين لا كولا اقول تعالوا ولا سطح حمص حط اخويا حط شوف جديد ماشي نديرو بالشكول هاديك هي الخدمة ديال التشخمير وديال صحاب لافيري
شاطر راه صعب الله في راي خويا ليلة يلا يلا انا بسافر ركب لي السيلندر باش نغسل هاد الوسخه هذا ما يبقاش تولي جبال الباكينه اليوم ها هاي راس بالك اليوم برودوي هذا ناضي يا صاحبي شي عام تاع الجروب جديد لا تاع الجروب جديد اللي درتي اليوم لا راه الصباغ هادي طيب سال ديما ما تخش الماء للجروب شو دابا داكشي كي كيهبط شو الثقابي ديال هاد الكراساج ديال الريفيزيون اللي تدات في الخارج شتو وقعت الكريكه والمبريات ولا شنو دايرو الجاوري شكي ولات الماكينة الحنان لا تستقطر واحد شوية عاد تقص لومبريا جات الماء والصابون سير على الله لا ما كاينش انا الطيف كاين طلب في الدار شوف كولا الارض ودابا شوف لي الطربه كي ولات صامصه حنان نفوت شويه الماء هذا من هنا تيهبط وليني من هنا ما تيهبطش هي القرعه محلوله الاخوان وليني الماء ما تيهبطش ليبر خاصو يهبط كيجر بحال اخو ديك الرابيات شوفوا معاه خلي يخرج داك لونتيجر ونشوفوا شنو نديرو معاه هبط قال ما كيدور دابا لقينا داك فاش غسلنا هذا السيركويت الماء لقيناه فيه الطروفا ديال داك الكولا اللي لقيناه في الكلاس هما اللي تيديروا داك الشيء ماكينة تبارك الله راه بانت ليا عامرة حيد البيكي خا السياج الاول مازال كاين لا ريكلاج لا والو ديبار طريق نسوي شويه في الديبار نزيدو على دابا نيت هذيك الاولى القاليات شكرا هو ميتة وقد طلعت لهنا البارح ماشي غير بخير مت بخير شكرا هو ناقصة رقيقة خويا شوية رقيقة واحد شوية ثلاثة د الخمسة ثلاثة د الربعة ونص عطي السعرة إيديسيون قدم الشاب حسن الشاب مامي وجدي راه دوك ثلاثة القاليات راهم ليا في يدي راهم راه 500 الفوليش سير الله الله يعطيك العز كيفاش طراك طراك بارو تراك السلام عليكم سالينا ها
والله تكبري بيا بالله انا عارف. بارك عليك سلينا لا يجا شي بارك اخوة يبقوا على اللمسات الاخيرة وبها هما نختموا الحلقة ديالنا. داك الشيء زرق معليك بيكي زرق يا سلام عليك. يلا الاخوان تحياتي لكم مع السلامة الحلقة الجاية ان شاء الله الله يعاونكم.